بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم من جديد في حصة أخرى من حصص مادة اللغة العربية. حصتنا اليوم كما ترون سنقف فيها عند تقويم للمجزوءة الثالثة الموسومة بالشعر العمودي، وذلك من أجل استحضار أهم المعارف أو اختباركم في المعارف التي وقفتم عندها في هذه المجزوءة بمكوناتها الأربعة. أولها مكون النصوص، ثانيها مكون علوم اللغة، وثالثها مكون التعبير والإنشاء، ورابعها طبعا مكون المؤلفات. لكن دعونا قبل ذلك أعزائي نقف عند نص الانطلاق الموسوم بفاس، وهو قصيدة شعرية للشاعر المغربي عبد الكريم بن ثابت. يقول الشاعر عبد الكريم بن ثابت في سياق تغنيه لجمال مدينة فاس: أنت ما أنت في الدنا والوجود، يا ابنة المجد والفخار التليد، أنت سحر وفتنة وسناء، أنت حسن ملول للخلود، مسرح أنت للفنون وللحسن، ومغنى الصبا وبيت الخلود، أنت يا فاس درة المغرب الأقصى، وعقد من لؤلؤ منضود، أنت يا فاس درة المغرب الأقصى، وعقد من لؤلؤ منضود، أنت ما أنت لست إلا ملاذا لقديم مقدس وجديد، أنت سفر مخلد نحن نتلو بين طياته جهاد الجدود، أنت نبع العلوم في هذه الأرض ووحي المستلهم المستزيد، وذراع القوي في كل حرب، ودماغ المفكر المستفيد، وخيال الفنان في كل حين، وغناء الملحن الغري. القصيدة طبعا أعزائي عزيزاتي كما ذكرنا سلفا هي للشاعر عبد الكريم بن ثابت، وهو شاعر وقصاص ومبدع مغربي ولد بفاس. كان يشغل منصب الوزير المفوض للمغرب بتونس، توفي سنة 62 900 و1000، وقد خلف تراثا كثيرا، ولكن لم يطبع منه غير حديث مصباح، وأكثره نشر بالصحف والمجلات. طبعا من باب المساعدة في فهم قصيدتنا هذه، تأملوا معي هذه الشروح المساعدة. التميد من التالد والتلال، وهو المال القديم. أما قول شاعرنا سناء فيراد به الضوء الساطع، مغنى اسم مكان من غنيه طبعا، أو غني بالمكان أي أقال به، ثم درة ويقصد بها اللؤلؤة الكبيرة والعظيمة، قوله منضود يعني مرتب ومنظم، ملاذ ملجأ ومستقر، والسفر في اللغة هو الكتاب. إذا هذه أعزائي عزيزاتي بعض الشروح المساعدة التي يمكن أن تعيننا على فهم قصيدة الشاعر عبد الكريم ابن ثابت. لنمر طبعا إلى أسئلتنا، ونبدأ بأول مكون وهو مكون النصوص، وطبعا منهجيا ينقط هذا المكون بثمان نقاط. يقول السؤال الأول: تأمل العنوان وجملة التصدير والبيت الأول، ثم صوغ فرضية سليمة لقراءة النص. إذن أعزائي عزيزاتي، دائما أول سؤال في مكون النصوص غالبا ما يتأطر ضمن مطلب الملاحظة. يطلب منا أن نتأمل بعض المشكلات الدالة كالعنوان وجملة التصدير التي وردت قبل أبيات القصيدة، ويجب أن ننطلق من هذه المشيرات لصياغة فرضية سليمة لقراءة النص. طبعا إذا عدنا إلى عنوان قصيدتنا فاس، وإذا عدنا إلى جملة التصدير، يقول الشاعر عبد الكريم بن ثابت في سياق تغنيه لجمال مدينة فاس، وإذا قرأنا البيت الأول فلا شك أن جميعكم سيقول بأن قصيدتنا ستتضمن
وصفا لمدينة فاس من خلال ذكر أهم معالمها ووصف مواضع جمالها. إذن دائما يفضل أن نصدر سؤال الفرضية بالفعل نفترض أو نتوقع من خلال المشيرات الآتية ثم نحددها ونصوغ بعد ذلك فرضية القراءة. السؤال الثاني يندرج ضمن مطلب الفهم، وغالبا ما يطلب منكم في هذا المطلب أن تكثفوا دلالات القصيدة. ومعنى كثف يعني لخص معاني القصيدة. فإذا عدتم إلى قصيدتنا فستجدون أنها تتضمن مجموعة من الأوصاف ومجموعة من العناصر الدلالية التي يمكن تجميعها في جملة مكثفة مؤداها أن شاعرنا يصف مدينة فاس ويتغنى بجمالها من خلال إسناد مجموعة من الأوصاف المتعلقة بالتاريخ، المتعلقة بالمعرفة، المتعلقة بالعلم والجمال الجغرافي وغيرها من العناصر. السؤال الثالث يهيمن في النص معجم واصف لمدينة فاس، حدده ثم استخرج الألفاظ الدالة عليه. طبعا إذا عدنا إلى قصيدتنا وإذا استحضرنا الغرض الذي نظمت من أجله قصيدتنا فسنجد أن الحقل الدلالي المهيمن فيها هو حقل الوصف. وإذا تأملنا أبيات قصيدتنا فيمكن أن نجد هذه الألفاظ والعبارات: أنت حسن، أنت سحر، درة المغرب الأقصى، وما أكثر الصفات التي أسندت إلى مدينة فاس في قصيدتنا هذه. طبعا هذا السؤال الثالث يندرج ضمن مطلب التحليل. إذا فالسؤال الأول ضمن مطلب الملاحظة، والسؤال الثاني ضمن مطلب الفهم، والسؤال الثالث ضمن مطلب التحليل. يأتي بعدها سؤال آخر في التحليل قوام: حلل الصورة الفنية الواردة في البيت السادس. وطبعا حين نقول الصورة الفنية فنحن نقصد التشبيه والاستعارة والمجاز وما يجري مجرى هذه الصور الفنية. طبعا يقول شاعرنا في البيت السادس: أنت سفر مخلد نحن نتلو بين طياته جهاد الجدود. فلاحظوا أعزائي عزيزاتي أن شاعرنا ضمن هذا البيت تشبيها يتجلى في قوله أنت سفر مخلد، والسفر في اللغة هو الكتاب كما ذكرنا. إذن فشاعرنا يشبه مدينة فاس بالكتاب. طبعا لم ترد أداة التشبيه كما لم يرد الجامع بين المشبه والمشبه به. فأنت مشبه، سفر مشبه به، الأداة محذوفة، وجه الشبه لم يذكر أيضا. إذن فهذا تشبيه بليغ بحكم أن الأداة أداة التشبيه محذوفة طبعا ووجه الشبه محذوف أيضا. السؤال الخامس يقول: وظف الشاعر في النص مجموعة من الأساليب الإنشائية، مثل النموذجين منها من النص محددا وظيفتهما. طبعا أعزائي عزيزاتي يجب أن نفهم بأن الأساليب في اللغة العربية إما أن تكون أساليب خبرية وإما أساليب لغوية أساليب إنشائية. والأسلوب الخبري كما درسته في مبحث الخبر والإنشاء هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، في حين أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. درسته أيضا أن للإنشاء مجموعة من السياق، منها الأمر، النهي، الاستفهام، النداء، التمني وغيرها من السياق. فإذا عدتم إلى قصيدتنا فلا شك أنكم ستقفون عند بعض هذه السياق، ولا شك أنكم ستقفون عند النداء كما ستقفون عند الاستفهام. والاستفهام والنداء أسلوبان إنشائية. أما وظيفة الأساليب فلا شك أنها تعين الشاعر على عملية التعبير عن مشاعره أولا، تعينه أيضا على أداء الغرض الذي يرغب فيه وهو غرض الوصف هنا كما ذكرنا سلفا. السؤال السادس ضمن مطلب التركيب يقول: ركب ما توصلت إليه من نتائج مبرزة موقفك الشخصي من القصيدة من حيث شكلها ومضمونها. وهنا أعزائي عزيزاتي وجب أن نبهكم إلى أمر مهم: التركيب ليس هو التلخيص، التركيب أعم من التلخيص لأنه يتضمن
كل ما توصلنا إليه من مطلب من مرحلة الملاحظة إلى آخر سؤال في التحليل، فوجب أن نجمع جميع العناصر التي توصلنا إليها، وهنا طبعا وجب أن نلتزم بخطوات إعداد تركيب، وأولها تحديد نوع النص والإشارة إلى صاحبه. أيضا وجب أن نكثف مضمون النص، وجب أيضا أن نشير إلى الحقول الدلالية، وجب أيضا الإشارة إلى بعض الخصائص الفنية المميزة للقصيدة، الصور الشعرية، اللغة والأساليب، كما وجب أيضا أن نقف أو أن نعبر عن موقفنا الشخصي بالضرورة تجاه القصيدة شكلا ومضمونا. كأن نقول مثلا، تأملوا معي أعزائي عزيزاتي، النص عبارة عن قصيدة شعرية من الشعر العمودي للشاعر عبد الكريم بن ثابت، هنا سأكثف المضمون، تغنى فيها من مدينة فاس واصفا إياها بمجموعة من الأوصاف الجميلة الحسنة، ثم سننتقل للحقول الدلالية، لذلك وظف معجما مشبعا بالألفاظ الدالة على حق الوصف، كما وظف جملة من الصور الشعرية وفي مقدمتها التشبيه، ناهيك عن توظيفه اللغة الإيحائية وجملة من الأساليب الإنشائية. طبعا بعد ذلك وجب أن أعبر عن موقفي الشخصي، والباب مفتوح لكم أعزائي عزيزاتي للتعبير عن مواقفكم الشخصية تجاه القصيدة شكلا ومضمونا. المكون الثاني مكون علوم اللغة وينقط بأربع نقاط، تأملوا مع أعزائي عزيزاتي. غالبا ما يتضمن سؤال خاص بمطلب الاستخراج، وسؤال يرتبط بمطلب التوظيف والإنشاء والإبداع. تأملوا معي أعزائي عزيزاتي السؤال الأول: استخرج من النص طباقين اثنين محددا وظيفتهما. طبعا إذا عدتم إلى القصيدة فستجدون أن شاعرنا وظف مجموعة من الطباقات، ومن باب التذكير فقط، فالطباق هو الجمع بين الكلمة وضدها أو بين الكلمة ونفيها. فإذا جمعت بين الكلمة وضدها وكانت الكلمة الأولى مثبتة والكلمة الثانية مثبتة أيضا، فنسميه طباق إيجاب. وإذا جمعت بين الكلمة ونفيها كقول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهذا طبعا طباق سلب. فإذا عدنا إلى قصيدتنا فلا شك أن معظمكم سيجد أن شاعرنا قال قديم جديد، فلاحظوا أعزائي عزيزاتي أن قديم هي ضد جديد، فحصل منطق التضاد، وطبعا التضاد يوصلنا إلى الطباق، وما دامت الكلمة الأولى مثبتة والكلمة الثانية مثبتة موجب مع موجب، فطبعا الطباق هنا طباق إنشاء. السؤال الثاني يقول: ركب من إنشائك ما يلي. قلت لكم قبل قليل إن السؤال الأول مرتبط بمطلب الاستخراج، أما السؤال الثاني فيرتبط بمطلب الإبداع والإنشاء والتركيب. ركب من إنشائك ما يلي: جملة تتضمن جناسا تاما. درستم أعزائي عزيزاتي أن الجناس التام هو الذي يتحقق فيه بالضرورة شرط الاتفاق في نوع الحروف وعددها وترتيبها وحركاتها. ما أكثر أمثلة الجناس في اللغة العربية؟ يطلب منكم هنا أن تأتوا بواحدة منها أو ركبوها من إنشائكم الخاص، وإن كان المطلب حقيقة أن تأتوا بمثال من إنشائكم الخاص، كأن نقول مثلا صليت المغرب في بلاد المغرب. المطلب الثاني: جملة تتضمن مقابلة، وقد درستم أن المقابلة هي الجمع بين أكثر من طباق وفقا لترتيب دلالي معين، كأن نقول مثلا أحب الصدق ولا أحب الكذب. فجمعت هنا أو اجتمع هنا أكثر من طباقين، الطباق الأول هو طباق سلب بين أحب لا أحب، والطباق الثاني طباق إيجاب بين الصدق والكذب. دعونا أعزائي عزيزاتي الآن نقف عند المكون الثالث أو المجال الرئيسي الثالث، وهو مكون المؤلفات. طبعا السؤال يقول: تحدث بإيجاز
عن أهم الدلالات التي توصلتم إليها من خلال تأملكم في عنوان مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح، مشيرا إلى أهم المميزات التي تميز ما يسمى المسرح الاحتفالي. عزيزاتي عزيزاتي، عنوان مؤلف عبد الكريم برشير وهو مؤلف المسرحي عنوانه ابن الرومي في مدن الصفيح. المطلوب هنا أن نستنبط أهم الدلالات التي وقفتم عندها أثناء تحليلكم لغلاف المؤلف وأثناء وقوفكم بالضبط عند مطلب تحليل العنوان. ابن الرومي هذا شاعر عباسي، يعني أنه ينتمي إلى الماضي، إلى فترة العباسيين. أما الحي الصفيحي فهذا يرتبط بعصرنا الحديث، فمدن الصفيح لم تظهر إلا بعد الهجرة القروية من القرى إلى المدن، لم تظهر إلا بعد الاستعمار حقيقة، بعد الاستعمار الأجنبي للبلاد العربية. إذن فالعنوان من حيث الزمن اجتمع فيه الماضي بالحاضر. ابن الرومي الذي يمثل الماضي، والحي الصفيحي الذي يمثل الحاضر، وهذا ما يسمى جدلية الماضي والحاضر. تأملوا معي أعزائي عزيزاتي، إذا تأملنا زمنيا عنوان مؤلفنا ابن الرومي في مدن الصفيح، فسنجد بأن عبد الكريم برشيد عمد، لاحظوا معي، إلى الدمج بين الأزمنة من خلال استحضار ابن الرومي من عصره العباسي وإسقاطه في عصر الزمن الراهن بإشكالاته المعاصرة المرتبطة في المؤلف بأحياء الصفيح. وهذه المسألة أعزائي عزيزاتي هي التي نسميها جدلية الماضي والحاضر، التي تميز ما يسمى المسرح الاحتفالي. فجدلية الماضي والحاضر هي من أهم الخصائص التقنية والفنية التي تميز المسارح الاحتفالية. فالمسرح الاحتفالي في عمقه دائما ما يستنجد بالتراث، دائما ما يستنجد بالماضي، لا سيما عند عبد الكريم برشيد. لو تأملتم عناوين مؤلفاته، ابن الرومي في مدن الصفيح، مرء القيس في باريس، فلا شك أنكم ستلاحظون وعي عبد الكريم برشيد بأهمية التراث، وفهمه هذا أو وعيه بهذه الأهمية، والذي جعله يوظف التراث بأنواعه وأشكاله وأنماطه في المسرح، وفقا طبعا لرؤية حداثية ووفقا لرؤية معاصرة. طبعا ولا يوظف التراث من أجل التراث، بل يوظفه باعتباره تقنية لا بد منها. لذلك نراه يمزج أو يدمج بين الماضي والحاضر استنادا إلى هذه الجدلية، ابن الرومي في مدن الصفيح. فتأملوا معي أعزائي عزيزاتي، هنا وجب بالضرورة أن نستحضر أهم الدلالات التي وقفنا عندها في عنوان أو عند تحليلنا لعنوان مؤلف ابن الرومي في مدن الصفيح، ووجب بالضرورة أن ننطلق من هذه الدلالات لاستحضار أهم العناصر والمميزات التي تميز ما يسمى المسرح الاحتفالي، وقد أشرنا إلى واحدة منها وهي جدلية الماضي والحاضر باعتبارها عنصرا من العناصر التي تميز مسرح عبد الكريم برشيد. بقي أن نقف عند مكون التعبير والإنشاء، وقد درستم في المجزوءة الثالثة مهارة تحويل نص شعري. طبعا هذه المهارة وقفتم فيها عند مجموعة من التقنيات التي وجب أن ننطلق منها لتحويل نص من سياق الشعر إلى سياق النثر. لكن الانتقال من سياق الشعر إلى سياق النثر يقتضي بالضرورة الاستناد إلى مجموعة من التقنيات والمهارات، فدعونا أعزائي عزيزاتي نتذكر بعضها. أولا، لا بد من قراءة الأبيات قراءة متأنية، لا بد أيضا من شرح الألفاظ الصعبة،
لن نقرأ القصيدة قراءة تأمل، نقرأها بتأني، لأن القراءة هي القنطرة الأولى التي توصلنا إلى عملية الفهم. ثم نستعين بمعاجم اللغة لنشرح الألفاظ الصعبة التي أشكل علينا فهمها. بعد ذلك نعيد قراءة القصيدة، نبحث عن مجازاتها وكناياتها واستعاراتها وغير ذلك. طبعا يجب شرح تلك التعابير المجازية، ثم نعبر عن مضامين الأبيات بالأسلوب الشخصي الخاص بنا. بعد ذلك مجموع النتائج التي وصلنا إليها يجب أن نعبر عنها في فقرة مركزة بالأسلوب الشخصي. إذن فعملية التحويل تنطلق بدءا من القراءة، ثم الشرح، ثم إعادة التعبير أو التعبير طبعا عن كل ما وقفنا عنده، ثم بعد ذلك إعادة السياق. فهذه هي العناصر التي يجب أن نتأملها ويجب أن نستند إليها لتحويل نص شعري من سياق الشعر إلى سياق النثر. طبعا أعزائي عزيزاتي، المطلوب منكم هنا أن تحولوا الأبيات الأربعة الأخيرة من القصيدة إلى نص النثر، وهنا أترككم للاشتغال على هذه الأبيات الأربعة التي يقول فيها عبد الكريم برشيد: أنت صفر مخلد نحن نتلو بين طياته جهاد الجدود، أنت نبع العلوم في هذه الأرض ووحي المستلهم المستزيد، وذراع القوي في كل حرب ودماغ المفكر المستفيد، وخيال الفنان في كل حين وغناء الملحن الغر. إذن أترك لكم المجال أعزائي عزيزاتي للاشتغال على هذه الأمثلة، على هذه الأبيات الأربعة، من خلال الاستناد إلى مهارة تحويل نص شعري والاستناد إلى التقنيات التي أشرت إليها قبل قليل. على أساس هذا أترككم أعزائي عزيزاتي، على أساس أن ألقاكم في حصة قادمة إن شاء الله تعالى. تحياتي.